وللمزيد حول أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الثالث للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وآخر مستجدات عمل الحملة يطلعنا عليها الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية المقبلة في الخارج والتي تبدأ يوم الجمعة والسبت والأحد القادمين بإذن الله، عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي مؤتمرها الثالث هنا في مقر الحملة بالقاهرة وتحديدا في منطقة التجمع الخامس. المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بدأ بالسلام الوطني، ثم قام رئيس الحملة المستشار محمود فوزي بتوجيه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على الجهود والمجهودات التي قامت بها لتيسير العملية الانتخابية وعملية التصويت سواء في الخارج والداخل. وكذلك استعرض المستشار محمود فوزي لإنجازات حملته الانتخابية على مدار الأيام الماضية منذ بدء نشاطها، حيث استعرض لملخص عمل الحملة، وأيضا أكد على عقد الكثير من اللقاءات مع الخبراء في مجالات مختلفة، وكذلك عرض لملف أو برنامج الحملة على المستوى والمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا بالإضافة لأنه عرض لمجموعة من الأرقام، منها أنه تم عقد 110 لقاءات مع أكثر من 2000 زائر ضمن 18 فاعلية، وأيضا القيام بزيارة الكثير من الجهات المختلفة. هذا بالإضافة إلى إجراء الحملة لأكثر من 40 لقاء فيديو كونفرنس من 60 دولة على مستوى العالم، وكذلك عقد لقاءات مع أكثر من 750 مصري من رؤساء الجاليات المصرية في الخارج. وقام المستشار محمود فوزي بحث الجموع المصريين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في الأول والثاني والثالث من ديسمبر بإذن الله. استعدت الحملة الانتخابية للانتخابات المقبلة كما أعلن المستشار محمود فوزي، وأكد أيضا أنه يعني يحث جميع المصريين سواء في الخارج أو في الداخل على المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.